شكرا يا زميل طارق الحمادي. نعم عودة مرة أخرى أيها السيدات والسادة إلى استاد محمد بن زايد، حيث الشوط الثاني من قمة الشقيقين الأبيض الإماراتي والأخضر السعودي والصافرة البحرينية من نواف شكر الله، يعلن بداية الشوط الثاني لهذه المباراة. شوط أول للنسيان، هكذا يجب أن تكون الأمور عند الكل. لمنتخب الإمارات الوطني شوط ثاني يبدأ ومعه كل الأمنيات حقيقة التي تعطي منتخب الإمارات العودة مرة أخرى إلى أجواء هذه المباراة. الخبر الجيد حتى الآن مع أداء سيء في الشوط الأول، إلا أن منتخب الإمارات حتى الآن طبعا قياسا إلى النتائج المسجلة في المباريات الأخرى، المنتخب الإماراتي حتى هذه اللحظة هو أحد الأربعة المتأهلين للدور القادم، الدور الحاسم طبعا كأفضل أربعة ثواني. لكن المنتظر لمنتخب الإمارات يعود يعود يعود. أوه محمد أيضا في الشوط الثاني، هو في الشوط الأول لكن لعبة كبيرة من عمر عبد الرحمن لشقيقة محمد عبد الرحمن، شراحيلي بيبعدها. الشوط الثاني في الدقيقة الأولى تماما تأتي الكرة الأولى الخطيرة وتأتي التهديد الأول في المباراة لمنتخب الإمارات الوطني. ما في تبديل طبعا، تشكيلة الشوط الأول في المنتخبين موجودة في الشوط الثاني من المباراة، وبالتالي ماجد ناصر، هيكل، إسماعيل، أحمد محمد، أحمد وليد عباس، عمر عبد الرحمن، عامر عبد الرحمن، خميس إسماعيل، محمد عبد الرحمن، علي مفقود وأحمد خليل، هي التشكيلة اللي منتخب الإمارات الوطني. بينما في الجانب السعودي خالد شراحيلي، ياسر الشهراني، أسامة هساوي، عمر هساوي، عبد الله الزوري في خط لصالح منتخب الإمارات في الكرة الماضية. الخطأ على تيسير الجاسم اللي أيضا فيها خط الوسط موجود، سلمان المؤشر، سلمان الفرج، عبد الملك الخيبري، ويحيى الشهري، إضافة إلى محمد السهلاوي. هذه التشكيلة السعودية الحاضرة كذلك في الشوط الثاني من المباراة. شايف الكرة الماضية طبعا، والخطأ موجود، لكن قبل الخطأ في صافرة على وجود خطأ لمنتخب الإمارات، وبالتالي الكرة الآن لمنتخب الإمارات. كل من في الملعب في استاد محمد بن زايد عزيزي المشاهد، شوف هذه الكرات هذه الكرات هذه الكرات، هذه مشكلتنا، هذه علتنا في الشوط الأول من المباراة، ما نبغي نكررها مع المنتخب السعودي، لأنه يملك من العناصر ومن المهارات ومن الكفاءات ما يمكننا من استغلال وتقبل الهدايا. يعني المنتخب السعودي اللي عنده يحيى الشهري وعنده السهلاوي ما هو بحاجة مثلا إلى 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 أو سلمان الفرج، ما هو بحاجة إلى هدايا من لاعبي منتخب الإمارات الوطني. شوط ثاني من المباراة، الأمور مطالبة بالتغيير. الكرة إلى ضربة ركنية لصالح المنتخب السعودي، يحيى الشهري على التنفيذ، يرسلها أرضية باتجاه تيسير الجاسم، هذه طالة طبعا كانت الفكرة أنه يعيدها تيسير الجاسم. مهدي علي فقط أربع هزائم رسمية مع منتخب الإمارات الوطنية، منها خسارتين أمام المنتخب السعودي، خسرنا أمام المنتخب السعودي 2-3 في نصف نهائي كأس الخليج، خسرنا أمام إيران في أمم آسيا الماضية 1-0 في أستراليا، خسرنا أمام أستراليا في الدور نصف النهائي في أمم آسيا الماضية بهدفين نظيفين، وخسارتنا الرابعة كانت أمام المنتخب السعودي. هذه الهزائم الأربع فقط لمنتخب الإمارات مع مهدي علي مدربه. حتى الآن نتعرض للخسارة الخامسة في مباراة رسمية، ويعني تكون مثلا من 5 هزائم 3 هزائم أمام المنتخب السعودي، بالتالي يعني ربما في أفضلية للمنتخب السعودي، وتاريخيا بالمناسبة المنتخب السعودي عنده أفضلية في لقاءات أمام الأبيض الإماراتي، يعني نتكلم عن التاريخ الماضي، يعني عندنا 32 مباراة سابقة. لاحظ هنا العالم وهذا الطفل الإماراتي الصغير الذي يصرخ من أعماقه لأنه يطلب من لاعبين منتخب الإمارات بالعودة. كما ذكرت 32 مباراة جمعتنا تاريخيا سابقة أمام المنتخب السعودي الشقيق، عندنا 6 حالات فوز 6 تعادلات مقابل 20 فوز للمنتخب السعودي، وبالتالي المنتخب السعودي لديه الأفضلية الواضحة تاريخيا عندما يقابل منتخب الإمارات الوطني. هذه محاولة، أول من سجل لمنتخب الإمارات في شباك المنتخب السعودي هو الأول قائد لمنتخب الإمارات الوطني الكابتن أحمد عيسى، هو أول من سجل في شباك المنتخب السعودي في لقاءات طبعا قديمة جدا، ويعود ذلك إلى شهر مارس
بالمناسبة. ونحن اليوم في مارس أيضا كانت المباراة الأولى في مارس في 74 فازت السعودية على منتخب الإمارات في أول مواجهة 2-2 سعيد غراب ومحمد المغنم، بينما اللقاء الثاني كان في 24 مارس أيضا وكان في حقيقة كأس الخليج في بغداد في عام 79، وسجل أحمد عيسى هدف منتخب الإمارات ويعتبر أول هدف بالمناسبة لمنتخب الإمارات تاريخيا في شباك المنتخب السعودي. عن طريق ياسر الشهراني للأمام، إبعاد من جانب محمد أحمد، تصل لعمر عبد الرحمن، حلوة الفكرة من عمر، نعم، لكن مقطوعة من الخيبري، وكرة مشتركة الآن تصل لسلمان الفرج عبد الملك الخيبري، هذا سلمان الفرج المهاري، لكن من أمام اللاعب مهاري آخر اللي هو محمد عبد الرحمن. تعود الآن للمنتخب السعودي عن طريق أفضل لاعب في المباراة بلا منازع يحيى الشهري، عند الكرة يحيى الشهري، شيء من محيسن الجمعان، طبعا يحيى الشهري مع الاختلاف طبعا في محيسن الأسمراني الجميل في المنتخب السعودي الكوبرا الذي قدمه طيب الذكر، اللي نأمل إن شاء الله تعالى أن يكون في أفضل صحة وعافية المدرب السعودي الكبير والقدير خليل الزياني الذي أهدى السعودية أول لقب أسيوي. هذه كرة خليل علي 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 في المكان الآن، وبالتالي هيا 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 جول جول إماراتي، جابه عمر عبد الرحمن، يعود الأبيض وتعود الابتسامة ويعود عيال زايد مرة أخرى. الكرة اليسرى جميلة الآن، وبالتالي تعود المباراة 1-1 1-1. أداء جميل، لعبة جميلة لمنتخب الإمارات، لعبة جميلة تكتمل فيها الشباك، وبالتالي منتخبنا ما تأخر كثير. اي والله ما تأخرنا كثير، عند الدقيقة 8 من شوط المباراة الثاني. هذه العوائد يا عيال زايد، هذه العوائد، اي نعم يا عيال زايد، في ملحمة كبيرة جميلة مثيرة حتى الآن هنا في طبعا في معقل البطولات في مسرح البطولات في دولة الإمارات العربية المتحدة. الحديث طبعا عن ملعب محمد بن زايد، يتعادل الآن منتخب الإمارات الوطني، بنتكلم عن منتخب الإمارات إنه متأهل لا سمح الله في حالة الخسارة، ولكنه الآن متأهل بالتعادل طبعا الذي يصل عند دقيقة 53، وبالتالي الأمور الآن ما بين الأبيض والأخضر، التعادل 1-1. أربع حزائم كما ذكرت فقط لمهدي علي مع منتخب الإمارات رسميا، وكانت الخامسة، لكن عمر عبد الرحمن يرفض ذلك ومنتخب الإمارات يرفض ذلك، والمباراة تعود الآن. خذ لك مباراة الآن، خذ لك مباراة الآن من جانب المنتخبين بعد التعادل الإيجابي بهدف لهدف. تعود لمنتخب الإمارات الكرة الماضية من جانب طبعا محمد أحمد لعمر عبد الرحمن، هدف جميل، هدف في بداياته جميل، في صناعته من علي مبخوت جميل، وعلي بالتالي وعمر عبد الرحمن يأتي الآن ويعيد الأمور إلى التعادل، لكن الحذر، كل الحذر أمام لاعب هنا خطير يتقدم. برافو ماجد، برافو ماجد، برافو ماجد، بيشيل هدف مؤكد من يحيى الشهري. شوف الكرة الماضية، مهاري مهاري يا جماعة، هذا اللاعب اللي تقدم وسدد كرة قوية جدا، لكن ماجد برافو، حضور ممتاز لماجد ناصر في الكرة الماضية، تكنيك راقي جدا من حارس مرمى مميز للأمانة ماجد ناصر، وبالتالي الكرة الآن إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية تلعب للأمام لصالح المنتخب السعودي. يحيى أو ياسر الشهراني، في لاعب إماراتي مصاب الآن، وبرافو أيضا للخيبري لأنه أبعد الكرة لخارج أرضية الملعب، لأن لاعب منتخب الإمارات طبعا الكرة سلامات 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 سلامات، اصطدت في وجه طبعا مدافع منتخب الإمارات وإسماعيل مطر،
إسماعيل مطر، إسماعيل مطر يستعد الآن، سمعة يستعد الآن. وطبعا أكيد أن كل لاعب في منتخب الإمارات لما يشوف بأن إسماعيل مطر يستعد للمشاركة طبعا المعنويات ترتفع، لأنه صاحب الخبرة الميدانية الكبيرة جدا. وهذا الملعب بالمناسبة في نصف نهائي كأس الخليج 2007 أمام المنتخب السعودي الشقيق، أيضا الكل يتذكر المباراة الجميلة والهدف أيضا الذي نقل منتخب الإمارات في تلك المرحلة المتقدمة جدا، وبالتالي بلوغنا إلى الدور النهائي من طبعا بطولة كأس الخليج 2007. وبعد ذلك إسماعيل مطر نفسه في شباك الحارس العماني الكبير علي الحبسي سجل في مدينة زايد الرياضية الهدف الذي أهدى منتخب الإمارات الوطني الكأس الخليجية الأولى. محاولة لمنتخب الإمارات، شوط ثاني جيد من جانب منتخبنا، وما كنا نطالب فيه منتخب الإمارات في الشوط الأول من المباراة بتفادي التمريرات الخاطئة الكثيرة جدا، الصورة تحسنت تماما في الشوط الثاني. نعم صورة مختلفة، صورة أفضل بكثير. وإسماعيل مطر مكان علي مبغوث، علي مبغوث اللي تحمل على نفسه ولعب مباراة كبيرة وصنع هدف منتخب الإمارات. كل من في الملعب الآن يشكرون حقيقة علي مبغوث على تضحيته، طبعا هو يضحي للوطن بطبيعة الحال تضحيته، لأنه كان مصاب وكانت الشكوك تقول بأن بنسبة 99% لن يشارك في المباراتين أمام فلسطين وأمام المنتخب السعودي، ولكن ذهب إلى صربيا وعاد بعد ذلك بسرعة ملبيا نداء الوطن، والآن يترك مكانه بعد أن صنع هدف التعادل لمنتخب الإمارات. وإسماعيل مطر عزيزي المشاهد الآن كل من في الملعب، شوف شوف شوف، سأسكت قليلا. أي والله يستاهل سمعة، يستاهل هذا الحب وأكثر. إسماعيل مطر يدخل الآن، وإن شاء الله تعالى دخوله يعطي الإضافة، كل الإضافة لمنتخب الإمارات الوطني. كرة الأمام الآن عن طريق عمر عبد الرحمن، تصل وتعود في الجهة اليمنى لعبد العزيز هيكل، يحاول المرور لكن من أمام عمر هساوي. شوط ثاني منتخب الإمارات الوطني أفضل عزيزي المشاهد، يعني اليوم يوم الجماهير، استبشروا بالفوز والخير، يعني لا شك حضور طاغي، حضور جميل، مرور جميل جميل، الله الله للأمام، لكن طالت على عمر عبد الرحمن، طالت على عمر عبد الرحمن مع بعض الغيابات، لكن في منتخب الإمارات يغيب رجل ويظهر رجال، وهكذا يجب أن تلعب المنتخبات الكبيرة، لكن في أفضل صورة، في أفضل منظر هذا المساء، يعني بالإمكان أن تشاهد ما تشاهد الآن عزيزي المشاهد في استاد محمد بن زايد، الكل يقف خلف منتخب الإمارات الوطني. حضور جماهيري السعودي بالمناسبة يعني موجود في مباراة اليوم من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وحقيقة ما يحسب لاتحاد كرة القدم الإماراتي في هذه الأمسيات تنظيم الفعال جدا، يعني في يسر وسهولة وصول الجميع، الوصول إلى الملعب بطريقة سلسة، وأيضا الحضور الآن ومتابعة المباراة في هذه الأجواء الراقية جدا. محاولة عن طريق السهلاوي، محاولة المرور، اللاعب الذي حطم رقم ظل صامدا منذ أيام ماجد عبد الله، لأن ماجد عبد الله سجل 15 هدف منذ 25 هدف في عام واحد، واعتبر رقم غير قابل لأن يحطم. هذا النجم محمد السهلاوي جاء على خطى أستاذ الكبير ماجد عبد الله وحطم رقم الأستاذ ماجد عبد الله، ووصل في 2015 إلى 18 هدف في عام واحد، لأن يكون الرقم الأكبر على الإطلاق في مسيرة المنتخب السعودي في عام واحد. محاولة باتجاه إسماعيل مطر، كرة تبعد من أمام سمعة، الحذر أمام لاعب بقيمة السهلاوي مطلوب من جانب محمد أحمد وإسماعيل أحمد. نعم تبعد من أمامه وتصل الآن كذلك للأمام أيضا، ترسل إسماعيل مطر، فيها مرور جميلة من جانب إسماعيل وعالية وللأمام، هي عند حارس المرمى، عند حارس المرمى خارج رحيلي، لكن جميلة من إسماعيل، جميلة من إسماعيل مطر. الكرة الماضية، لاحظ هنا الحضور، الصغار الكبار
أيضا لدينا في مباراة اليوم حضور حقيقي لجانب من أبنائنا في الخدمة الوطنية حقيقة في رسالة لهذا البرنامج التوعوي والذي يسعى لتوحيد الجمهور الجهود الوطنية لبناء أجيال طلابية تتمتع بالوعي الشامل والتحسين الذاتي والقدرة على مواجهة المستقبل حقيقة الحاضر والمستقبل. ما يحمي الأوطان يا إخواني إلا أبناء إطلاقا، لا تصدقون إن أحد يحمي أوطان إلا نحن. وبالتالي الخدمة الوطنية التي الشيء الجميل في الخدمة الوطنية إنك تشوف ناس تعدوا العمر، يعني ناس خلاص أقول لك يعني وصل عمرهم 50 و60 سنة ولكنهم يتقدمون لطبعا مراكز الخدمة الوطنية من أجل أن يلبوا نداء الوطن. لكن عندك أبناء، عندك حقيقة عيال زايد بهذه الصورة، لا يمكن إطلاقا أن تخشى على 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 دولة الإمارات العربية المتحدة، وعندك هذا الشعور الكبير الجميل من الصغير والكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة. كرة تعود الآن، شوط ثاني أفضل بكثير لمنتخب الإمارات الوطني. عزيزي المشاهد، ما بين شوط أول فيه الكثير من التوتر والكرات الضايعة، الصورة تختلف. يا سلام يا عمر لعبد العزيز هيكل في المكان السليم، تأتي العرضية ولكنها بعيدة في الكرة الماضية. هذا هيكل مباراة جيدة للأمانة يقدمها، وهذا إسماعيل مطر، والكرة بعد ذلك لخارج أرضية الملعب. طبعا التعادل رسميا يعني يؤهلنا دون انتظار لاستكمال المباريات اللي تلعب الآن، لأن العراق يقابل فيتنام والشوط الأول فائز 1-0 في تبديل في الجانب السعودي. الآن لعب المنتخب السعودي بالقميص رقم 19، وأعتقد أنه فهد المولد. إيه نعم، فهد المولد اللي الآن طبعا هو لاعب مكان المؤشر، فهد المولد مكان سلمان المؤشر. واحد أهلاوي يترك أرضية الملعب والثاني يلعب في اتحاد جدة، وطبعا ديربي جدة الكبير ما بين الاتحاد والأهلي يمثل ربما في هذه الصورة. فهد المولد الآن في الطريق للمشاركة، لاعب الاتحاد في هذه اللحظات الآن، ويقال أيضا ولا أعلم حقيقة ما مدى صحة ما يقال، يقال بأن فهد المولد أيضا في الطريق للانتقال من الاتحاد إلى النادي الأهلي في قادم الأيام، ربما يحدث ذلك وربما يبقى وفيا كذلك الفريق الذي قدمه طبعا لكرة القدم السعودية وللمستوى الدولي. الحديث هنا عن الاتحاد. شوط ثاني عزيز المشاهد، منتخب الإمارات أجرى تبديل، ادخال اسماعيل مطر واخراج علي مبخوت، والمنتخب السعودي الان ايضا يسير على خطى منتخب الامارات ويحدث تبديلا، لان فهد المولد يعوض ايضا سلمان المؤشر في اللحظات الماضيه. الكره الامام، طبعا هذا تبديل هجومي من جانب فان مارفيك لان المؤشر لاعب وسط عنده نزعه دفاعيه، بينما اللاعب الذي يشارك الآن وهو فهد المولد لاعب مهاجم هداف خطير سريع، ربما أيضا يريد المدرب الهولندي أنه يفاجئ منتخب الإمارات بلاعب آخر سريع حتى ربما يحرر كثيرا اللاعب السهلاوي. كرة تعود الآن، محاولة سهلة جدا من جانب خميس إسماعيل عند حارس المرمى. طبعا الأخضر متأهل، وبالتالي لا ضغوطات كبيرة على منتخب المملكة العربية السعودية. لحظة، الكرة الماضية ما بين أحمد خليل ومدافع المنتخب السعودي اللي هو أسامة هساوي عند خالد شرحيلي. خالد شرحيلي أمام الجزيرة في هذا الملعب 1-1. خالد شرحيلي في هذا الملعب أمام منتخب الإمارات أيضا 1-1. رامي تماس، لكن يعني لقاءاتنا الأخيرة نحن في دولة الإمارات أمام الأشقاء السعوديين على مستوى دوري أبطال آسيا هذا الموسم، النصر يفوز على الاتحاد في جدة بهدفين لهدف واحد، والعين يفوز على الأهلي السعودي الأهلي أهلي جدة في استاد هزاع بن زايد بهدف نظيف لعمر عبد الرحمن، والجزيرة في هذا الملعب يتعادل أمام فريق الهلال بهدف سجل فارس جمعة في الدقيقة 94 في مرمى خالد شرحيلي الحاضر في مباراة اليوم. ربما يعني بعض الأحيان في ربط ما بين نتائج الأندية مع مباراة المنتخب، يقول لك والله أنا أمام الكرة السعودية 3 مباريات عندي فوزين وتعادل على مستوى الأندية، اليوم أقابل المنتخب السعودي اللي أيضا جل لاعبيه من هذه الأندية طبعا بجانب الفريق السعودي الكبير الآخر نادي النصر. هذه محاولة عمر عبد الرحمن في الكرة الماضية،
تبعد من جانب عمر هوساوي. منتخبنا ماسك المباراة بشكل مثالي في الشوط الثاني من المباراة. تصل لعبد العزيز هيكل، عمر عبد الرحمن بالكعب لكنها ما مرت، وصلت من عبد الله الزوري خارج أرضية الملعب. ما في تغييرات كثير عن اول تشكيله بالمناسبه لمهدي علي مع منتخب الامارات ضد المنتخب الياباني اول مباراه، وكانت طبعا في طوكيو في 2012، من اربع سنوات او تقريبا. مباراه فيها في مباراه اليوم تقريبا يعني ثمان لاعبين من المباراه التي شاركت امام اليابان، اول مباراه لمهدي علي. هذا يعني بان مهدي علي حقيقة يحافظ على توليفته، يحافظ على لاعبيه. هذه محاولة كرة جميلة من وليد عباس، يعني فقط للذكرى، لأن أول مباراة لمنتخب الإمارات ضد اليابان في طوكيو علي خسيف حارس المرمى، وعلي خسيف بالمناسبة تم استدعاه ولكن إصابته أيضا. أيضا نبارك للمولود إن شاء الله تعالى، الله يبارك فيه ويجعل إن شاء الله تعالى من الصالحين ومن اللي يخدمون بلدهم ووطنهم دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجعل إن شاء الله تعالى من حفظة كتاب الله إن شاء الله تعالى. لكن علي خسيف فقط غير موجود في مباراة اليوم وفي هذه التشكيلة من تلك التشكيلة حمدان الكمالي. ما عدا ذلك عندك هيكل، وليد عباس، محمد أحمد، راشد عيسى أيضا غير موجود، لكن عامر عبد الرحمن، خميس إسماعيل، علي مبخوت، أحمد خليل. هذه التشكيلة ما تغيرت إطلاقا للمدرب الإماراتي الكبير مهدي علي منذ أول مباراة في 2012، مباراة ودية في كاس كيرن في طوكيو أمام منتخب اليابان، خسارتنا بهدف نظيف في أول مباراة. هذه المباراة رقم 56 بالمناسبة لمهدي علي مدربا لمنتخب الإمارات الوطني. كرة تعود الآن، والمنتخب السعودي في الدقائق الماضية عند الكرة، والكرة وصلت الآن لعبد الملك الخيبري، نقل الكرة في الجهة اليسرى لعبد الله الزوري. شوط ثاني، الأفضلية إماراتية، وبالتالي منتخبنا يدرك التعادل. لكن عند الدقيقة الآن 67 من شوط المباراة الثاني لا زالت الأمور عند التعادل الإيجابي. منتخبنا بالفعل عاد للمباراة بشكل مثالي عند الدقيقة الثامنة تقريبا في بداية شوط المباراة الثاني. محاولة قائمة، كرة من يحيى الشهري، برافو أيضا لمحمد عبد الرحمن، عملية الضغط موجودة على يحيى الشهري. وذكرت أيضا أن اللاعب بقيمة الشهري يجب أن لا يترك حرا طليقا يفعل ما يحلو له في أرضية الملعب، لأن ذلك كفيل بأن تأتي الخطورة على مرمى منتخب الإمارات في الشوط الثاني من هذه المباراة. إسماعيل مطر يأتي بخطأ في اللعبة الماضية. يا سلام، الله الله الله، شوف إسماعيل مطر يساهم الآن. يعني منتخب العماني يعني خسران أمام إيران في طهران، وبالتالي منتخب الإمارات رسميا متأهل طبعا، حتى لو ما تعادل منتخب الإمارات. هذا فان مارفيك، إذا كان في شخص زعلان عليه فان مارفيك وما راح يسامحه طول عمره هو إنيستا، لأن إنيستا في الوقت الإضافي سجل هدفا قاتلا في شباك هولندا في جنوب أفريقيا في نهائي المونديال، وكانت المباراة قريبة بالمناسبة من أن هي تذهب لركلات الترجيح. لكن هذه لعبة، أحمد خليل يتقدم الآن للأمام، كرة تبعد تصل لتيسير الجاسم، تغطية ممتازة من محمد أحمد، لكن الكرة خارج أرضية الملعب. السفير السعودي المقيم هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة السعادة محمد بن عبد الرحمن البشر يقول كلام جميل، يقول كلنا فائزون في مباراة اليوم، كلنا فائزون. وحتى الآن الأخضر والأبيض يتأهلان معا للدور الحاسم اللي فيه حقيقة بحاجة إلى عمل كبير جدا. الدور الحاسم، الدور اللي كل الكبار سيكونون في قمة الجاهزية، وأتمنى حقيقة للأخضر السعودي، وأتمنى لمنتخب بلدي، منتخب وطني، منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون في أفضل حال عندما يأتي الدور القادم، وطبعا هذا في سبتمبر القادم. يعني نحن نتكلم عن ست شهور من الآن، أربع شهور أو خمس شهور من الآن تماما. هذه كرة جميلة لكن مقرأة بطريقة ممتازة أيضا من عبد العزيز هيكل، مباراة ممتازة يقدمها عبد العزيز هيكل في مباراة اليوم. ما لعب مباراة فلسطين اللي بدأ هو محمد فوزي، محمد عبد الرحمن ما بدأ في مباراة فلسطين، كان في الشوط الثاني ولكنه يبدأ في مباراة اليوم، وبالتالي هذه لعبة للأمام الآن. كرة تعود لصالح المنتخب
الإماراتي مرة أخرى جميلة. عمر عبد الرحمن يا سلام للأمام لأحمد خليل، ولكن عند خالد شرحيلي حارس المرمى في اللعبة الماضية. سالم صالح طبعا هذا القميص كان عند راشد عيسى، ولكن سالم صالح يؤدي أيضا مباريات جيدة في الدوري الإماراتي مع نادي النصر مع العميد، وبالتالي أيضا استدعاءه في الأيام الماضية ربما يشارك في اللحظات القادمة من عمر المباراة. رسميا عزيزي المشاهد منتخب الإمارات الآن موجود في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم، لأن المنتخب العماني الشقيق يخسر أمام إيران 3-0، وبالتالي حتى لو لا سمح الله في حالة الخسارة منتخبنا يعني سيتأهل الدور القادم. الأهم من ذلك الآن في اعتقادي هو أن احنا نكون جاهزين للمرحلة القادمة. خلاص يعني المجموعات، دوري المجموعات، شوف حالة وقوف كل من في الملعب في هذه اللحظات الآن، لأن طبعا في غاية الأهمية. جميلة ملعوبة الآن من جانب محمد عبد الرحمن، محاولة المرور، لا وجود لخطأ في الكرة الماضية. محمد عبد الرحمن كان يعني في محاولة في الكرة الماضية، ولكن من أمامه تبعد. في تبديل قادم لمنتخب الإمارات، سالم صالح يستعد للمشاركة في قادم اللحظات. والمباراة الآن عزيزي المشاهد عند الدقيقة رقم 72 من شوطها الثاني. محاولة من فهد المولي، تصل جميلة من خميس إسماعيل، وتنقل إسماعيل مطر وترسل للأمام، ممكن أحمد خليل، ولكن من أمامه أيضا تبعد، من أمامه تبعد. أعتقد اللاعب اللي دخل هو حسن إبراهيم، نعم مكان حسن إبراهيم منتخب الإمارات أجرى تبديل، بالتالي مكان في وسط الملعب مباشرة. نعم حسن إبراهيم، نعم لاعب الشباب، اللاعب الممتاز الشاب، نعم يشارك في الشوط الثاني من عمر هذه المباراة. كرة عن طريق إسماعيل مطر، مرور لسمعة، شوف لاعب اللي عنده الخبرة، يعرف متى يوقف الكرة، ويعرف متى أيضا يمر الكرة، ويعرف أيضا متى يأتي بالحلول لفريقه ولمنتخب بلاده. ومحاولة ممكن يسدد، سدد خميس إسماعيل، تصل لمحمد عبد الرحمن. نحن الأفضل في الشوط الثاني من هذه المباراة، هذه الأفضلية أهدت منتخب الإمارات الوطني التعادل، وهذه الأفضلية أيضا يبحث من خلالها منتخب الإمارات لهدف ثاني. في تبديل، محمد عبد الرحمن راح يترك الملعب الآن، وسالم صالح سيكون البديل. شوف هنا طبعا توتر كبير من جانب المشجعين المتحفزين الحاضرين الذين حتى الآن يعني هم في غاية السعادة والفرح. في نهاية المطاف راح يقول لك تأهلت أو ما تأهلت، ما راح يسألونك كثير عن الأداء، كان جميل، الصورة كانت جميلة، المهارات كانت راقية، الأهداف كانت غزيرة، راح يتكلمون والتاريخ راح يتكلم والله تأهلت أو ما تأهلت. حتى الآن منتخب الإمارات الوطني ولله الحمد متأهل، نعم بالتعادل مع المنتخب السعودي الشقيق، يعني حتى الآن المنتخب السعودي 20 نقطة والإماراتي إلى 17 نقطة، والكل يعلم بأن نتائج تيمور الشرقية وكل المنتخبات اللي حلت أخيرا في كل المجموعات ستحذف بالتالي وستلغى، وبالتالي وضع طبيعي جدا لأن منتخب الإمارات أخذ 6 نقاط كاملة من منتخب، لكن منتخبنا حتى الآن يعني عندنا 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 11 نقطة، يعني إذا استثنينا نتائجنا أمام تيمور الشرقية عندنا 11 نقطة توصلنا بالراحة يعني للدور الحاسم في تصفيات كأس العالم. لكن من الآن نحن في أوائل إبريل، وحتى الدور الحاسم المنتظر إن شاء الله تعالى في سبتمبر القادم، نحن بحاجة إلى عمل كبير. هيا كرة من إسماعيل مطر، ضربة ركنية حلوة من جانب عمر عبد الرحمن، حلوة من عمر عبد الرحمن، شوف تأخر تمهل ثم لاحظ أن إسماعيل مطر طلب الكرة صح، طلب الكرة صح، حط الكرة لإسماعيل في المكان السليم، ولكن المدافع السعودي
تحسب لأسامة هنساوي الكرة الماضية، إنه أبعدها لحظة وضع إسماعيل مطر قدم فيها تزيد في الكرة الماضية، كرة من ضربة ركنية عالية وخطيرة والكرة عند حارس المرمى خالد شراحيلي. شوط ثاني أبيض واضح عزيزي المشاهد في المباراة، لكن الحذر كل الحذر من المرتدات الآن اللي يملكها لاعب خبير وهو تيسير الجاسم. فهد المولد بشكل جميل، يا سلام من عبد العزيز هيكل وأجمل من عمر عبد الرحمن، وتصل الآن هنا باتجاه وليد عباس. عمر عبد الرحمن ترك أرضية الملعب وبديله حسن إبراهيم في منتخب الإمارات، وبالتالي طبعا تبديل لاعب مكان لاعب، لأن الكل يعلم بأن حسن إبراهيم يؤدي موسم ممتاز مع فريق نادي الشباب الإماراتي، وبالتالي مشاركته في الشوط الثاني من هذه المباراة. كرة فيها مرور، عودة أيضا إسماعيل الحمادي، عودة ماجد حسن، عودة حبيب الفردان. نحن محتاجين لكل لعيبتنا في الدور الحاسم، والدور الحاسم عاد خلاص، الدور الحاسم كل الكبار حاضرين وفي الملعب، وبالتالي مجموعتين، كل مجموعة ست منتخبات كبيرة، وبالتالي تلعب خمس مباريات في أرضك وخمس مباريات خارج أرضك، الأول والثاني من كل مجموعة يذهب مباشرة للمونديال، وبعد ذلك الثالث في كل مجموعة طبعا يقابل الثالث في المجموعة الأخرى، واللي يفوز منهم في مجموعة المباراتين يعني ينتظر القادم من أوقيانوسي. الطريق طويل جدا شوي، الطريق طويل شوي، لكن أيضا بحاجة إلى عمل كبير. هذه كرة، كرة الأمام تعود الآن لصالح المنتخب السعودي عن طريق الخيبري ياسر الشهراني. الخيبري مرة أخرى، محاولة إسماعيل مطر أعطى الإضافة سمعة لمنتخب الإمارات. نعم ياس، محاولة المرور في الكرة الماضية وصافرة، ووجود خطأ في الكرة الماضية، خطأ في الكرة الماضية. مارادونا حاضر المباراة بالمناسبة ويشجع منتخب الإمارات وكأن الأرجنتين تلعب، يعني حاضر المباراة مع الأستاذ سعادة أحمد رميثي طبعا رئيس شركة كرة الكرة بنادي الوحدة، وبالتالي أيضا يعني يتفاعل مع المباراة وكأن الأرجنتين اللي تلعب. طبعا هو عاش ولا زال يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما ادري اذا المخرج يعني ممكن يجيب لنا على دييغو في اللحظات، لانه فعلا يتفاعل بصوره جميله بالفعل دييغو ارماندو مارادونا مع منتخب الامارات الوطني. هذه محاوله كره تلعب الان وتصل عزيزي المشاهد الى خارج ارضيه الملعب. ما فينا واحد منهزم، بالحب كلنا فايزين، نحن بعاصفه الحزم بقلوبنا متوحدين. ما فينا واحد منهزم، بالحب كلنا فايزين، نحن بعاصفة الحزم بقلوبنا متوحدين. هذه حقيقة أبيات من المبدع دائما حسان العبيدلي الشاعر الإماراتي الكبير الذي يتجاوب دائما مع كل حقيقة المناسبات الرياضية. يعني الآن مباشرة وصلتني من حسان العبيدلي، وبالفعل يا أبو حمد ما فينا واحد منهزم، لأن السعودي مع الأخضر مع الإماراتي الأبيض والأخضر يدا بيد للدور الحاسم القادم من طبعا هذه التصفيات التي كما ذكرت هذه فقط محطة أولى، نحن في دور المجموعات، ولكن بعد ذلك طبعا المرحلة القادمة التي تتطلب عمل كبير جدا من جانب مدربنا ومن جانب لاعبينا، ويجب أن يكون هنالك الكثير حقيقة من التضحية من جانب الأندية في الفترة القادمة، لأن الأهم في تلك هذه المنظومة كلها طبعا الأهم من ذلك كله هو أن نشاهد منتخب الإمارات يعود مرة أخرى للمونديال. محاولة موجودة، حلوة 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 من تيسير الجاسم، لكن أجمل وأحلى يا ماجد ناصر، أحلى وأجمل يا ماجد ناصر. أوهو، في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة، لكن تجد الأجمل وتجد الأروع. ماجد ناصر في تبديل سعودي الآن، في تبديل سعودي الآن، تبديل من جانب المنتخب السعودي في قادم الدقائق، والمباراة عزيزي المشاهد الآن في الدقائق العشر الأخيرة. يا لها من أجواء
في استاد محمد بن زايد، ولا واحد ترك أرضية الملعب. كرة من ضربة ركنية تنشال من إسماعيل أحمد وتصل الآن مرة أخرى، ولكن في حالة تسلل في الكرة الماضية على تيسير الجاسم. هذا التعادل سيكون السابع ما بيننا وبين الأشقاء السعوديين في المواجهة رقم 33 تاريخيا. شايف الكرة الماضية اللي أبعدها إسماعيل أحمد، عندنا إسماعيل أحمد وعندنا إسماعيل مطر، والآن في تبديل في الجانب السعودي، هذا اللاعب عبد العزيز الجبرين طبعا يلعب في نادي النصر الجبرين مكان سلمان الفرج. هذا عبد العزيز الجبرين طبعا من اللاعبين الممتازين. إسماعيل مطر عند الكرة الآن، إسماعيل أرسل الكرة باتجاه عبد العزيز هيكل. يعني مقارنة بأداء منتخبنا في المباريات الماضية، الشوط الثاني شيء من الأبيض، ليس كل الأبيض اللي نعرفه اللي نعهده، ولكن شيء من الأبيض. بالتالي المهم الآن، يعني نتكلم عن المهم الآن، منتخبنا ولله الحمد موجود في الدور الحاسم، لكن مثل ما قلت محتاجين لعمل أكبر، محتاجين أن كل اللاعبين يكونون في أفضل حال طبعا، لأنك راح تقابل كل الكبار وأنت كبير في كرة القدم الأسيوية. عمر عبد الرحمن للأمام، جميلة منقولة، سدد، هيا، حلو إسماعيل، حلو إسماعيل. شوف هذا الكلام اللي قلناه، إسماعيل يعطيك شكل، إسماعيل يعمل لك الإضافة، إسماعيل بخبرة الميدانية الكبيرة في لحظات حرجة أنت محتاج اللاعب الخبير، إسماعيل يفعل ذلك بصورة راقية بالفعل. ولا يخفى على أحد أن منتخبنا هجوميا منذ دخول إسماعيل مطر أموره أفضل بكثير، وبالتالي بالفعل تبديل في مكانه من جانب مدرب منتخب الإمارات الوطني السيد مهدي علي. المنتخب السعودي هجوميا هو ثاني أقوى خط هجوم في التصفيات ككل بعد المنتخب القطري، يعني 27 هدف للمنتخب السعودي في مباراة اليوم، سجل 28 هدف، لأن الهدف اللي سجله تيسير الجاسم هو رقم 28 بالنسبة له في التصفيات. هذه محاولة، كرة الآن لعمر عبد الرحمن يرسل الأمام لكن تبعد. شوط ثاني إماراتي، نعم شوط ثاني إماراتي، وليد عباس، عمر عبد الرحمن، وليد عباس، ممكن عالية تصطد في ياسر الشهراني، تعود الآن لوليد عباس، ياسر الشهراني عند الكرة الآن. طبعا في مواجهة أيضا منتظرة في الخامس من إبريل بين الهلال والجزيرة في الرياض إن شاء الله تعالى في دوري أبطال آسيا، الجزيرة الإماراتي، وبالتالي لاحظ المواجهات الإماراتية السعودية على مستوى الأندية، على مستوى المنتخبات، على مستوى الأندية أيضا تعود في قادم الأيام إن شاء الله تعالى. إسماعيل أحمد إلى محمد أحمد، طبعا بعد هذه المباراة مباشرة كل اللاعبين سيعودون لأنديتهم، والدوري سيستأنف، ومسابقة كأس سيدي حضرة صاحب السمو رئيس الدولة في دولة الإمارات ستستأنف في دور الدور القادم. وهذه محاولة من سالم صالح إلى إسماعيل مطر، الفكرة جيدة لكن أيضا حقيقة في الكرة الماضية ربما الزميل ما تقدم وما أيضا قرأ أفكار إسماعيل مطر. لكن السيد مهدي علي في الشوط الثاني من المباراة حتى الآن، شوف حتى الآن المنتخبات المتأهلة للدور الحاسم السعودية، الإمارات، تايلاند، العراق، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، أستراليا، قطر، الصين، إيران، اليابان، سوريا، وبالتالي عندك سوريا، عندك قطر، عندك العراق، عندك الإمارات، وعندك السعودية، خمس منتخبات، خمس منتخبات عربية خليجية، عربية وخليجية حاضرة في الدور الحاسم، بينما في تايلاند وفي كوريا الجنوبية وأوزبكستان وأستراليا والصين وإيران طبعا واليابان، هذه الدول السبع الأخرى التي سيكون الصراع فيما بينها حقيقة صراع كبير جدا من أجل حلم كبير جدا، الأول والثاني من كل مجموعة يتأهل مباشرة للمونديال في روسيا، والثالث في كل مجموعة يتقابلون فيما بينهم مباراتين ذهاب وإياب، والفائز من مباراتي الثالث ينتظر حقيقة بطل أوقيانوسيا، وبالتالي يعني طويلة جدا، لكن تحسم أمورك من بدري، يعني تكون أول وثاني أنت مباشرة إلى المونديال، ونأمل حقيقة أن يكون للعرب حضورا في هذه التصفيات الحاسمة إن شاء الله تعالى. هذه كرة لصالح تيسير الجاسم، اصطدت في إسماعيل أحمد، تنشال من جانب إسماعيل أو خميس إسماعيل عفوا، لسالم صالح اللي كان موجود هنا في الجهة اليمنى، ولكنه نقل الكرة الآن لإسماعيل مطر للأمام.
عمر هوساوي أبعد الكرة الماضية في رمية التماس. هذا إسماعيل ما في غنى عنه، محتاجينه يا مهدي، محتاجين سمعة في الدور الحاسم. يعني يشارك يعطي الإضافة، موجود في قائمة البدلاء يعطي الإضافة، محفز للزملاء لا شك في ذلك، يحبون كل اللعيبة ما في خلاف على ذلك. هذه كرة جميلة إلى سالم صالح، تعود الآن لمحمد السهلاوي، لكن في خطأ في الكرة الماضية. نعم، على حسن إبراهيم. مباراة كبيرة لموهبة قادمة إن شاء الله تعالى في كرة القدم الإماراتية. هذا دييغو، شوف يتفاعل وكأن منتخب التانجو الأرجنتيني يلعب. ليش؟ لأن عاش في دولة الإمارات، عاش ويقول دائما هذا أجمل مكان وهذه أفضل بلد بالإمكان أن يعيش فيها الإنسان. ما وجد في دولة الإمارات إلا الحب والتقدير لهذه الأسطورة التي لم ولن تنجب كرة القدم في اعتقادي مثيلا لها في التاريخ القديم والحاضر، والحاضر والمستقبل في اعتقادي. 1-1 عزيزي المشاهد، المباراة الآن عند الدقائق الأربع الأخيرة، 86 دقيقة، ومنتخب الإمارات حتى ما قبل هذه المباراة لعب 86 مباراة في تصفيات كأس العالم. عزيزي المشاهد، 86 مباراة لمنتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم، عندنا 35 فوز تاريخيا طبعا، وبالتالي عندنا إنجاز تاريخي، وصولنا لمونديال 90، بينما المنتخب السعودي منذ عام 94 في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم 98 في فرنسا، ثم 2002 في كوريا واليابان، ثم 2006 بعد ذلك في ألمانيا، أربع مشاركات متتالية للأخضر السعودي في المونديال، لكنه غاب في 2010 في جنوب أفريقيا، وغاب في البرازيل 2014، ويأمل أن يعود مرة أخرى في روسيا 2018 لأن يحضر للمرة الخامسة في مشواره في بطولات كأس العالم. هذه كرة لصالح تيسير الجاسم، محاولة قائمة وصلت لياسر الشهراني، يحيى الشهري، لكن قراءة ممتازة من جانب مدافع منتخب الإمارات الوطني أحمد خليل في الكرة الماضية، كان يطالب بخطأ، لا وجود لخطأ. سلامات لأحمد خليل، عنده على المستوى الدولي 36 هدف، وهو يهدد رقم حقيقة قديم جدا للأسطورة عدنان الطلياني اللي عنده 52 هدف. شوف هذا الحضور الجميل، جمهورنا قول وفعل. نعم، في هذه الأمسية الكبيرة الجميلة، وكما ذكرت هذه العوائد يا عيال زايد. هذا الهدف الأول في المباراة، هدف صنع السهلاوي وسجل تيسير الجاسم، لكن الشوط الثاني في نفس المرمى يأتي عمر عبد الرحمن اللي بهذه الصورة، علي مبخوت بعد ذلك ناظر الزميل اللي هو بالفعل كان عمر عبد الرحمن، وسدد عمر وسجل عمر، وبالتالي أعاد عمر عبد الرحمن منتخب الإمارات إلى المباراة، وبالتعادل المثير الجميل والذي لا زال حتى الآن مستمرا عزيزي المشاهد قبل نهاية المباراة بدقيقتين. طبعا في بعض الرطوبة الآن، و حكم المباراة يراعي ذلك، وبالتالي لاحظ الهدف جميل جدا، الكرة قوية جدا، لامست أصابع طبعا خالد شراحيلي، ولكنها كانت من القوة بمكان. ولاحظ هنا مارادونا، لاحظ دييغو أرماندو مارادونا، وكأن اللي مسجل ميسي. اي والله، وهو ميسي، هذا ميسي آسيا. لا، تفاعل دييغو مارادونا وكأن ميسي الأرجنتين اللي مسجل، لكن تفاعله في مكانه لأن اللي مسجل هو ميسي أيضا دولة الإمارات العربية، وميسي آسيا بالمناسبة. وبالتالي التبديل أيضا، التبديل، لكن في تبديل في المنتخب السعودي الشقيق في اللحظات الماضية. المباراة في اعتقادي أقرب للتعادل. هذه كرة في المكان الخطير الآن، هذه خطيرة، تسديدة موجودة لكنها بعيدة في الكرة الماضية، بعيدة من جانب فهد المولد، حاضر في الكرة الماضية، سدد، شايف لعبت بشكل جيد، مهاري هذا اللاعب، سريع مراوغ، وبالتالي أيضا ادخاله من جانب سيد بيرت فان مارفيك، ما كان يعني كان مدروس من جانب هذا الرجل.
مهدي علي مدرب منتخب الإمارات الوطني حتى الآن في هذه المباراة. كرة ملعوبة الأمام الآن، يعني مهدي علي بهذه المباراة رقم 56 عنده 35 فوز، عنده 12 تعادل، بهذا التعادل 9 هزائم لمنتخب الإمارات في المواجهات الماضية ما بين ودية وما بين رسمية. بالمناسبة أتحدث عن كل المباريات اللي درب فيها مهدي علي منتخب الإمارات الوطني. نسبة ممتازة بالهدف اللي سجله عمر، عندنا 122 هدف لمهدي علي مع منتخب الإمارات. بالهدف اللي سجل في شباكنا 50 هدف فقط في شباك منتخب الإمارات. ولاحظ هنا طبعا علي مبغوت ومحمد عبد الرحمن اللي كانوا في بداية المباراة حاضرين، ولكنهم الآن طبعا متابعين لربما انتظار صافرة حكم المباراة. في 3 دقائق عزيز المشاهد، 3 دقائق وقت محتسب بدل ضايع. سالم صالح عند الكرة الآن، محاصر وصافرة من جانب حكم المباراة. تذهب المباراة ما بين السعودي والإماراتي إلى التعادل، ويذهب الإماراتي والسعودي معا إلى الدور الحاسم عزيزي المشاهد. الدور الحاسم، الدور الذي نأمل فيه وندعو فيه أن تكون كل المنتخبات الخليجية والعربية حاضرة بشكل جيد، لأن أمام منتخبات بقيمة كوريا واليابان والصين وأستراليا يعني وأوزباكستان. عزيزي المشاهد عليك أن تكون في أفضل حال، يعني هذه منتخبات شاهدناها مرعبة بكل معنى الكلمة، وبالتالي أيضا على منتخبات الخليجية إذا ما أرادت أن تصل إلى كأس العالم أن تكون في أفضل إعداد وأن تكون في أفضل حال من أجل تحقيق الحلم الكبير الذي يراود الشعوب الخليجية والعربية بالوصول مرة أخرى إلى بطولات كأس العالم. هذه محاولة كرة الأمام، أيضا وجود إيران المنتخب القوي اللي عنده خبرة ميدانية كبيرة جدا. أعتقد بأن الأمور أقرب للتعادل، وفي اعتقادي بأن التعادل كان عادلا في هذه المباراة، لأن الشوط الأول كان سعوديا ولكن الشوط الثاني عادل أبيض إلى شيء من الأبيض المعتاد، شيء من الأبيض الذي نعرفه، وبالتالي كان ذلك كافيا لأن يسجل منتخب الإمارات التعادل وأن يذهب الإماراتي والسعودي معا إلى الدور الحاسم المنتظر في سبتمبر القادم إن شاء الله تعالى. هذه كرة الأمام الآن تيسير الجاسم، شوف الدقيقة الثانية الآن من أصل 3 دقائق، وبالتالي آخر دقيقة منتظرة الآن ومحتسبة الآن، والكرة فيها مرور من جانب محمد أحمد وللأمام، تصل مرة أخرى إلى يحيى الشهري، لعيب حقيقة يتمنى أي مدرب ويتمنى أي مشجع أنه يتابع دائما، لأنه موهوب يقدم كرة قدم جميلة. وأنا ذكرت بأنه فيه شيء من محيسن الجمعان الأسمراني الجميل الذي أطلقه الرائع جدا، واللي نأمل له الصحة والعافية خليل الزياني في طبعا أمم آسيا في سنغافورة 84، وكانت بداية الشهرة في تلك البطولة الكبيرة جدا التي توج فيها المنتخب السعودي بهدفين عن طريق الأسطورة ماجد عبد الله وشايع النفيسة، وعاد خليل الزياني بعد ذلك واستقبل مع لاعبي المنتخب السعودي استقبال الأبطال المنتصرين في طبعا بطولة كأس الخليج، في بطولة كأس الأمم الأسيوية عفوا في سنغافورة. أيها السيدات والسادة، نهاية هذه المباراة الكبيرة، الشقيقان الإماراتي والسعودي معا يدا بيد إلى الدور الحاسم. منتخب الإمارات بالتعادل يتأهل، والمنتخب السعودي طبعا يتأهل كأول المجموعة. شكرا لعيال زايد في هذا الحضور الكبير الذي كان دافعا وحافزا للأبيض للاستمرار وبالتالي التأهل للدور الحاسم، الذي أكرر مرة أخرى بحاجة إلى عمل كبير جدا من أجل أن يرتقي الأبيض إلى الصورة التي تحقق بعد ذلك أهداف وطموحات الشعب الإماراتي الكبير قبل الصغير. أيها السيدات والسادة، مبروك لمنتخب الإمارات التأهل، مبروك أيضا للشقيق السعودي التأهل للدور الحاسم. يبقى علم دولة الإمارات العربية المتحدة عاليا خفاقا في طليعة الأمم إن شاء الله تعالى. أيها السيدات والسادة، مرة أخرى الكلمة تعود الآن إلى الزميل طارق الحمادي بعد الفاصل، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.